أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم في برنامجكم لمسة جمال. اليوم حنتكلم عن البهاق. شو هو البهاق؟ شو أسباب البهاق؟ هل هو البهاق هو نفس البرص أو البرص شيء مختلف؟ نبي نعرف شو معنى البهاق بالضبط، وين يصير؟ هل في الوجه، في الإيدين، في الجسم؟ هل يصيب الجلد ولا يصيب أماكن ثانية أيضا؟ هل هو خطير؟ هل هو معدي؟ نبي نعرف بالتفاصيل بالنسبة له البهاق والعلاجات الحديثة لهذا البهاق، لأن مريض البهاق أنا أعتبره حقيقة يكون ضحية لكثير من الأطباء، يكون ضحية لكثير من العلاجات، لأن نفسيته متأثرة على موضوع البهاق. كثير من الناس أنا شايف في بعض الناس يعني خلاص ينطوي ويكتئب ويكون حقيقة بعيد عن المجتمع نتيجة هذا البهاق. الحقيقة الناس ما ترحم، في ناس كثير من الناس مثلا لما يشوفون واحد عنده بقعة بيضة يخافون، يهربون، يفتكرون أن هذا المرض معدي. راح نتكلم عن طبيعة هذا المرض بالتفصيل، كلنا حنتكلم. حظكم اليوم حقيقة يعني محظوظين، لأن حيكون مجموعة آراء من الدكاترة معانا في هذه الحلقة نتفادى ونتكلم عن أسباب البهاق والأشياء هذه كلها. خلنا نشوف مع أحد الدكاترة اللي زارونا في أحد المؤتمرات بالنسبة للعلاجات البهاق الموجودة حالياً. نشوف رأي الدكتور ونكمل معكم الحديث. البهاق مثل ما تعرفون هو مرض جلدي عبارة عن تبيض أو بيضات في الجلد. علاجه غالباً يكون مراحل. المرحلة الأولى هي الكريمات الطبية سواء الكورتيزون أو الشغلات غير الكورتيزون طبعاً. وفي إذا كان مثلاً بسيط، إذا كان في منتشر في الجسم ممكن نروح للمرحلة الثانية من العلاج اللي هي العلاج الضوئي أو الليزر. طبعاً في شغلات ثانية مثلاً اللي هي زراعة الخلايا، أو إذا البهاق منتشر في كمية كبيرة في الجلد ممكن طبعاً في المراحل الأخيرة يكون ممكن نبيض الجلد كله. هذه أحد العلاج بس بطريقة بسيطة يعني. طبعاً مو كل الحالات تستجيب، مريض عن مريض يختلف أكيد، لكن إذا نستخدم الأدوية الموضعية اللي هي المراهم الكورتيزونية وغير الكورتيزونية المريض ممكن يستجيب. فإذا استجاب غالباً يكون اللون يرد طبيعي وتكون في هناك استجابة. إذا استجاب ورد اللون طبيعي ما له داعي يستخدم أي شيء ثاني، مجرد أنه يكون حريص أنه لا تطلع بقعة ثانية عشان يستخدم العلاج عليها، بس لا أكثر ولا أقل. يعني هو العلاج ما راح يكون طول العمر، بس مجرد إذا كان في استجابة يوقف العلاج. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا أحد آراء الزملاء، راح نكمل حديثنا بالنسبة للبهاق، لكن خلنا نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا بالبهاق. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة حيكون موضوعنا عن البهاق. ضيفنا الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض الجلدية. نرحب فيك دكتور. يا أهلا مرحبا دكتور. تعرف دكتور، مثل ما ذكرنا في المقدمة، البهاق من الأمراض اللي هي يعني تأثر نفسيا أكثر من تأثر عضويا. نبي نتكلم يعني نتحدث عن هذا الموضوع ونعطي المشاهدين بعض الصور العامة عن مسببات هذا المرض والأشياء هذه كلها. طبعاً البهاق مثل ما ذكر الدكتور من الأمراض الجلدية الشائعة الصراحة اللي موجودة هنا ونشوفها بشكل كبير. طبعاً في البداية قبل ما نبدأ في البهاق ومشاكل البهاق، عبارة عن مرض جلدي غير معدي، ونأكد على هذه النقطة. لكن يعني ذكرت بعد كذلك في المقدمة أحياناً المريض ينطوي، أحياناً نظرة المجتمع، للأسف نظرة المجتمع لها دور كبير. لذلك يعني هذه واجب علينا احنا كأطباء بعد تثقيف عامة الناس وتثقيف الناس بشكل عام ان هذا مرض غير معدي، فالمريض كفاية عليه مرضه وبعدين نروح نزيده بالنظرة هذه اللي موجودة. فلذلك هو مرض يعني بالعكس، احنا لو نفكر في المرض هذا بالتحديد، المرض عبارة عن مرض تجميلي. ما في ابدا اي شيء، صحة الشخص سليمة 100%، أعضاء الداخلية سليمة 100%. فلذلك لما نبدأ حتى مع المريض نفسه نشرح لهم
مثلا عن الحاله نفسها، ما الحاله نفسها هذه نذكر لهم الحمد لله ان صحتك بشكل عام جيده، ما فيها ابدا اي مشاكل. اللي يصير في حاله البهاق طبعا الخلايا الصبغيه اللي هي مسؤوله عن لون الجلد عندنا موجود عندنا تنفقد هذه الخلايا الصبغيه لسبب صراحه غير معروف. طبعا في نظريات كثيره، في نظريات اللي تربطها بالعامل النفسي، يعني كثيرين من المرضى يتوقعون ان السبب نفسي، ما في شيء علمي يثبت ان العامل النفسي هو السبب الرئيسي. وبدليل ذلك يعني نشوف احيانا في الاطفال الرضع صحيح. يعني ما في اي مشكله نفسيه والحاله تكون موجوده، فلذلك العامل الاساسي او السبب الرئيسي غير معروف. لكن في نظريات كثيره تشير الى ان العامل المناعي، الجهاز المناعي يحدث فيه خلل لسبب غير معروف، تتكون مضادات في الجسم، هذه المضادات بدل ما تحمي الخلايا الصبغيه تدمرها بدل ما تحافظ على الخلايا الصحيحه المهمه تفقد، يعني مثل ما تقول احنا تقول تفقد ذاكرتها او تعريفها تتعرفها على الموضوع الخلايا الصحيحه من الصديق من العدو وبالتالي تحطم هذه. انا قبل فتره جاني مريض يبي يتزوج، هو عنده بهاق وزوجته ايضا عندها بهاق، يقول هل انا لما اجي ونتزوج مع بعض هل عيالنا بيصير لهم شيء؟ نبي نقول للمشاهدين فكره على الموضوع هذا. يعني صراحه مثل ما ذكرت يعني هاي طبعا تجينا اتصالات كثيره. نعم. هو طبعا ما في شك يعني هو عباره عن احنا قلنا خلل في الجهاز المناعي، الوراثه دائما تلعب دور في امور كثيره. نعم. سواء في البهاق او امراض كثيره على سبيل المثال الصدفيه، الاكزيما، امور كثيره. فلذلك اذا كان يعني الشخصين الوالدين مصابين بالبهاق فما في شك يعني نسبه اصابه الاطفال ممكن تكون مرتفعه، لكن ما في شيء علمي او دراسه علميه تثبت ان كم النسبه اللي ممكن تكون موجوده. شافوا المرضى اللي عندهم بهاق يمكن ثلث هؤلاء المرضى ممكن يكون في تاريخ عائلي، مش شرط انه يكون من الدرجه الاولى من الاطفال. بعد هو من نعم. 20% نعم تقريباً. فيعني تقريبا يعني مثل ما نقول بشكل عام ممكن يكون في هذا التاريخ العائلي يكون موجود. فلذلك يعني هو ما في جينات وراثيه تورث بالضبط، لان في كثير من الناس ما عندهم اصلا. نعم. وطفلهم جاله بهاق. نعم. بالاضافه لذلك يعني دائما بعد المفروض انه بعد نفرق، احنا مشكلتنا احنا عامه الناس اي شيء ابيض موجود عندنا سموه بهاق. صحيح. فحتى نشوف احيانا بعض المرضى اول ما يدخلون العياده دكتور والله عندي بهاق وتعالجت بالشامبوهات، لما تشوفه تلاقي فطريات. فمش لا. اي بياض موجود لأن في الجسم. هذا زمان دكتور يعني كان دائما اي بقعه بيضة قالوا عنده بهاق اعطوا حلول. اي لانه يعني ما يقارون البهاق مع النخاله البيضاء مع الفطريات الملونه، قال اعطوا حلول. صحيح. يعني مثل ما ذكرت النخاله البيضاء يمكن يعني اذا الحالات اللي يميز البهاق اللون الابيض الناصع البياض. نعم. مثل الحليب بالضبط نفس. نعم. لون الحليب نفس لون الطباشير، فلون ابيض ناصع البياض، فهذا بهاق حتى احيانا يعني يكون بكل سهوله تشوف المريض على بعد مسافه طويله تقدر تميزه. نعم. لذلك احيانا طبعا لون البشره يلعب دور كبير، يعني مثلا عند السمر البهاق يكون باين بشكل كبير. صحيح. عند الاجانب سبحان الله، عند الاجانب ممكن يكون عندهم بهاق منتشر في كامل الجسم ولا عنده مشكله. متى يبين؟ اذا راح الصيف مع الشمس. نعم. صحيح. فلذلك استخدام كريمات الوقايه من الشمس في هذه الحالات صح انه مش علاج لكن وقايه بحيث ان الحاله ما تكون باينه بشكل كبير. صحيح. دكتور الحين اذا خلينا نعطي المشاهدين فكره عن العلاجات المتوفره، يعني دائما احنا نتكلم عن الاسباب وغير معروفه وغير اشياء وغير اشياء، هذه الحين المريض ما يهمه السبب قد ما يهمه العلاج. نعم. يعني نبي نقول للمشاهدين شو الاشياء المتوفره حتى ما يقعون مثلا ضحيه لبعض المشاكل، ما نقدر نقول نصابين، بعض الاستغلاليين الموجودين. صحيح. وطبعا قبل ما نبدا في العلاج دائما بعد نركز على هذه النقطه للمرضى بشكل عام، ينظرون للمرض انه مثل ما قلنا هذا مرض جلدي غير خطير غير معدي، فلذلك انا كطبيب ما ابغي اني اعالج الجلد واسبب ضرر على سبيل المثال في الكبد ولا اسبب. نعم. ضرر في الاعضاء الداخليه، فلذلك اختيار العلاج دائما يكون بنقاش علمي بنقاش مفصل مع المريض. اذا عندي بهق على سبيل المثال بهق في اماكن غير مرئيه داخليه احط طرق العلاج الا علاج مجرد. نعم. متابعه وابدا ما في اي تاثير على الشخص نفسه. صحيح. على عكس ذلك اذا كان البهاق يعني باين في بعض الاماكن، يعني على بشكل عام البهاق في بعض الاماكن معروف انه شوي اصعب، على سبيل المثال اليد الاماكن اللي ما يكون فيها شعر في كف. صحيح. اليد او نهايه الاصابع للاسف هاي من اصعب الاماكن اللي يكون فيها استجابه للعلاج، ليش؟ انه ما في خلايا او ما في شعر. نعم. دائما الخلايا الصبغيه تكون وين تكون موجوده حوالين بصيلات الشعر. صحيح. لذلك الوجه من احسن الاماكن اللي يكون فيه استجابه، والحمد لله هذه نعمه. نعم. يعني الوجه والواجهه ودائما يكون في استجابه جيده مع العلاج. فلذلك. نعم. الاطراف اصعب، فلذلك كذلك يعني المريض نفسه لازم يكون نوعا ما متفهم لهذه الحاله. نعم.
يعني في بعض الحالات شوي تكون صعبه، بعض الحالات ممكن يعني تكون مقبوله بالعلاج، ممكن الشيء هذا يكون موجود. العلاج اذا بنقسم العلاج، في عندنا العلاج طبعا بالعلاجات الموضعيه، في عندنا بالعلاجات عن طريق العلاج الضوئي، في عندنا العلاج الجراحي، في عندنا العلاج بالاشياء التجميليه، مجرد تغطيه المكان ميك اب يكون بروفيشنال موجود، في كريمات كثيره تكون موجوده سواء للذكور او للاناث بدون ما يكون في اي علاج، والشخص يكون عايش حياته حياه عاديه طبيعيه. كذلك في العلاج في بعض حالات البهاق، على سبيل المثال البهاق اذا كان اكثر من 70% من الجسم نعالج الجلد الطبيعي، تبيض الكامل نخلي طبيعي. دكتور خلينا نشوف هذه اللقطات، هذه الحقيقه جراحه يعني قام بها الدكتور زميلنا الحقيقه الدكتور فايز غنام، ويعني الحقيقه اعطانا اياها الفيديو هذا يورينا كيف علاجات اللي هو يشيل، هي طبعا نوع من الليزر يحاول يغطي، طبعا غير ليزر الاكزايمر اللي حنتكلم بعدين دكتور، لكن هو يعني يشيل منطقة معينة حتى يزرع فقاعة، راح أوريك إياها كيف الفقاعة تصير، يعني الحين مثلا هذه يشيل المنطقة الثانية مثل يصلخها بدل ما يسويها نوع من الصنفرة، يبتدي عقب ما يخلص فيها المنطقة تصنفر تماما تصير مجروحة بسيط، يحاول بعدين أن يجيب فقاعة معينة بواسطة الضغط السالب حنشوفها فيما بعد، وإني نحطي الفقاعة وقشرة الفقاعة فوق المنطقة هذه، هي تعتبر أحد الجراحات اللي هي تستعمل لعلاج اللي هو مثل ما ذكر دكتور أنور أنه دائما المناطق هذه مناطق صعبة بالنسبة لاستجابتها للعلاج لأن ما فيها شعر وما فيها خلايا حواليها. تخلص من الموضوع هذا عقب ما نخلص الشسمة يبتدي يأخذ الفقاعة، حنشوف الفقاعات كيف تروح، شوف صارت احمرار صار فيها دم بسيط، حتى لما نيجي نحطي اللي هو سطح الفقاعة، هذه الفقاعة موجودة نشيل سطح الفقاعة هذه ونشيل المنطقة هذه نغطيها المنطقة اللي احنا سويناها بالليزر، هذه تصير بواسطة جهاز معين اللي هو احنا نسميه نيجاتيف بريشر اللي هو بالضغط السالب، ونشيلها ونحطيها على المنطقة اللي هي نحاول نزرعها. مثل ما ذكرنا ان الزراعة هذه مهمة للأطراف اللي هي صعب علاجاتها، مثل ما تفضل الدكتور أنور قال ان هي صعبة في مناطق معينة خاصة الأطراف، نشيل هذه ونخليها على منطقة اللي هو سويناها احنا بالليزر ونغطيها من غير غرز من غير أي شيء، عقب ما شلنا الروف يعني عملية سهلة جدا تاخذ لها يعني مجرد دقائق محدودة، والنتائج يعني ممكن نقول يعني ما نقدر نقول 100% هي نفس الطريقة، ما نقول 100% لكن يعني استجابة العلاج راح تكون في فترات أكثر من الأشياء هذه. دكتور أنور عقب ما يعني شفنا هذه أحد الطرق الموجودة، في طرق زراعة ثانية يعني نبي نخبر المشاهدين شو الطرق الثانية غير هذه؟ هو طبعا اختيار العمليات الجراحية واختيار نوعية العلاج غير العلاج التقليدي يعتمد على حالة البهاق ومكان البهاق. نعم. أكيد لازم البهاق يكون ثابت، مش البهاق اللي يكون فيه نشاط ونروح نعمل هذه العمليات، مثلا بهاق موجود في اليد صار له مثلا سنوات غير متحرك، جربنا فيه كل العلاجات الموضعيه، جربنا العلاج الضوئي ما نفع. احد العلاجات الجديده الموجوده في هذا المجال زرع الخلايا الصبغيه. طبعا هذه يتم في مختبرات معينه بحيث انه يتم اخذ الخلايا الصبغيه وتركيزها بشكل يعني معين، من بعد ذلك استخلاص هذه الخلايا الصبغيه وحقنها في الاماكن المصابه موجودة. طبعا العمليه كلها ممكن تستغرق حوالي ساعتين لثلاث ساعات. نعم. عمليه جدا يعني مبشره ان شاء الله وتكون يعني بفائده كبيره للمريض نفسه، لكن مثل ما ذكرت بعض المرضى مشكل الحالات مش بهاق حسب ما يكون مكان المكان الاشياء. نعم. هذه واذا كم فتره طويله ولا قصيره. نعم. دكتور في كثيرين من المشاهدين حقيقه يتساءلون ويسالوننا في العيادات، دكتور وقايه الشمس مهمه ولا غير مهمه؟ في دكاترة يقولون والله لازم تحطي وقاية، وفي ناس يقولون لا تحطي وقاية. نعم. هل نبي نعطي المشاهدين هذه شو الوقاية مهمة أو غير مهمة؟ هو طبعا الوقاية بشكل عام مهمة جدا. نعم. ليش نحن نستخدم كريمات الوقاية من الشمس؟ خاصة على سبيل المثال عند الأجانب، كريمات الوقاية من الشمس لأنها تحمينا من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الموجودة.